ما معنى قوله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهل المقصود بقوله الملكين هما هاروت وماروت أم هما من ملوك البشر؟ وهل كانا يعلمان الناس السحر الذي عده رسولنا صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه الآية وردت في ذم اليهود ومن نحى نحوهم وعمل عملهم، وقبلها قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وذلك أن اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدون أوصافه وإثبات رسالته في كتاب الله الذي بأيديهم وهو التوراة. لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين بكتابهم ونابذين له وراء ظهورهم، ما إنهم اعتاضوا عن كتاب الله، اعتاضوا عنه كتب السحر والشعوذة، وهذا من استبدال الخبيث بالطيب، ومن عقوبة الله لهم، لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل. فهم لما تركوا كتاب الله اعتاضوا عنه كتب السحر والكتب الشيطانية، وهذه سنة الله جل وعلا في من أعرض عن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يبتلى بالضلال. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني ما كانت الشياطين تعمله من السحر على ملك سليمان، يعني في عهد سليمان، فإن الشياطين كانت تعمل السحر في عهد سليمان. فظن اليهود أن هذا السحر الذي وجدوه ظنوه من عمل سليمان عليه السلام، فالله عز وجل رد عليهم بذلك بأن السحر من عمل الشياطين وليس هو من عمل نبي الله سليمان عليه السلام، ولهذا قال: وما كفر سليمان، يعني وليس هذا السحر من عمله، لأن هذا السحر كفر، والأنبياء مبرؤون من عمل الكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل على أن تعليم السحر على أن تعلم السحر وتعليمه كفر. وما أنزل على الملكين ببابل، الجمهور على أن المراد بهم ملكان نزل من السماء لابتلاء العباد، وكان يعلمان السحر ابتلاء للعباد، ولهذا كان ينصحان أن يتقدموا إليهما قولهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فينصحانه بأن السحر كفر فلا تتعلمه، فإذا أقدم وتعلمه باختياره فهذا دليل على فساده وشره، فهما ملكان عند الجمهور نزل من السماء لابتلاء العباد وامتحانهم. ومن العلماء من قرأ ما أنزل على الملكين كسر اللام يكون من ملوك البشر، ولكن الأول أشهر وأظهر، وهما هاروت وماروت. نعم بارك الله فيكم.